وضعت المطب هذا من 4 أيام تقريبا. حركة السيارات كانت اللي بتيجي سيارة من هذا الشارع بدها تلف الكوربة وتروح على الاتجاه الثاني ما بلحق يخفف للورا صار كاد حبريك أو هو مثلا بتفاجئ في المطب مرة واحدة مع لفة الكوربة يعني بيبقى يعني بينه وبين ما يعمل حادث اللي وراه يعني لحظات كثيرة جدا. لازم المطب هذا يرجع لورا أخرى أقل إشي 10 متر عشان السائق لما بيجي للشارع هون بيوصل هون بده ينفي للكوربة اللي بده يدخل الكوربة لازم يكون في إشعار يعني في مسافة معينة كافية تكون للسائق اللي قبله. يعني هون المسافة مش كافية للسائق لما بده يجي يلف الكوربة. والمطب هذا اللي بهديك الجهة كمان برضه فجائي فيش برضه كمان عليهن عواكس يعني أقل ما فيها كمان عواكس بالليل بريكات خير الله بالليل بيضربوا الناس هون. يعني انحط مرة واحدة اللي تراح على البلد بكاش محطوط رجع لك محطوط على شو اسمه وبدون عواكس بكدوها تضريب بريكات هون وكثير يعني كثير ما يعني بدل ما يخففوا من الحوادث بالعكس قاعدة بتزيد. أول شيء ما في أي شاخصة بتوضح إنه في مطب انوضع هون في هذا الشارع. ثاني شيء أكثر من سيارة نفس اليوم اللي وضعت فيه المطبات سيارة كانت جاي مش منتبهة للمطب فقدت السيطرة على نفسها ودخلت في العمود بحادث ذاتي نفس اليوم اللي وضعت فيه المطبات. أكثر من مشاكل المشاكل زادت بهذا الشارع بعد المطبات أكثر من قبل لأنه الحل ما كان هي بهذه الطريقة. أول شيء إذا يوضعوا مطبات يوضحوا إنه في مطبات تنوضع علامة قبل الشارع نفس الشيء. يعني انا اذا مركت بهذا الشارع بالعتمه احنا بنيجي على شغلنا هون بالليل وقت عتمه بتكون الاضاءات مش واضحه ما بننتبه للمطبات فبننضر اكثر ما يكون ما فيش مطبات. يعطيكم العافيه. بالنسبه للمطبات يا عمي بس مناح المطبات مش عطلات بس بدهن على اشارات. يعني انا قبل يومين عبطت المطب اللي هناك كنت ماشي وخبطت عليه طارت فيه السيارتين سرحت عنه بدهن اشاره لازم يعلموهن يحطوا اشارات عليهن. متعود عليها عادي يعني ماشي وبأمان الله يعني الطريقة منيحة بس المطبات لازم يعلموه لازم يحطوا عليه إشارات. يعني وبعدين في عندنا هناك مربع لازم حطوا على المربع اللي هناك في مربع خطر هيته وعند مفرق دار أبو مصطفى عبده هناك صار عدة حوادث كثير وما حداش طلبنا في المطبات ما حطوه جاي يحطوا لي هون مطبات هناك برضو لازم مطبات هناك مفترق خطر يعني لازم يحطوا عليه مطبات هناك. يعني مطبات ممتازة في البلد منيحة بتخفف سرعة السيارات بس يعني بلزمها شوية تعديلات الرسم والأزرار اللامعة هاي بالليل أساسا. يعني إحنا كشوفرية بنعرف المطبات وبنشوفها بنعرف وين بتكون متواجدة لكن أي حدا بيجي غريب فتلاقيه كسر السيارة لأنه مش مبين ومش واضح إلا أي شوفير يعني بكون ماشي.